ملي كنديرلو انا الخاطر وهو ما يديرش ليا الخاطر ولا القدام، انا الكلمه اللي نقول هي اللي خصها تكون. انت شكون في خلق الله؟ سلام البنات، اليوم فيديو جديد. بابا ناض جا مع الصباح ويدخل ليا للدار ديالي، تسمح تقرقي وانا نقول له بلاتي عافاك انا غسل وجهي ونصور هاد اللقطه. درت ليه تما المسمن، درت ليه القهوه، ماشي قهوه اتاي، عجبني الحال. بابا في الكوزينه ديالي، كي جاتك الكوزينه ديالي في خدمه؟ الصراحه مزيان بروفيسيونيل، ياك الله يهديك. واحد ديال التلفازه بغيت ندير فيها مزا، بغيت نصاوب فيها بروجيكتورات باش نبقى نصور لكم ماشي ماكله، باش داك الماكله يبان لكم داكشي من الاعمار. هذا هو الهدف ديالي في التصوير اللي باغا نوصل ليها. اللي يدخل يتفرج شي اكله دايره هادوجا، يتفرج ويشوف شي حوايج شكل يستمتع و يتفرج هذيك الماكله. ما عمر الانسان يقارن بشخص اخر. وحيد ليه العنقره ديالو البنات. الباحث البنات علاش ضحكوا عليا؟ ما هو الباحث البنات في الفيديو في الكومنتات قولي علاش؟ ها 20 عام حنا. بابا شحال مزوج انت وماما؟ اكثر من 28 عام. شحال 30؟ تقريبا 30 ولا 32 غير قول. لا لا تقريبا شي 28. البنات تيقولوا لي انا قلت لهم طولت، بصح قلتها لهم حسيت طولوا لحقاش دابا تنسمعوا شي واحد مزوج 120 عام 30 عام طولوا صبروا على بعضياتهم وبزاف ديال الحاجات. دابا ما بقاش بحال هكاك، ولا الواحد داك التير 6 سنين 7 سنين و تيفركتو الزوقه ياك بابا. ايوا يا راه داكشي خص الصبر والنيه من الاول. راه النيه خص النيه تكون مزيانه واحد النص باش نديرو العاده فاش تجي ضحايا وطارق. الزواج كما تيقولوا قسمه ونصيب، وراه كل واحد راه مسؤول على هذاك الزواج، كل واحد مسؤول، كاين الراجل كاين المراه. راه كاين اللي عنده الخاطر، الخاطر ديال الخاطر باش يستمر ويصبر، كيكون عنده الغرض باش يثبت على ديك الاسره. الا إيه كان شي حاجه فوق الطاقه ديال الانسان، ملي شي واحد مثلا تيبقى يحقر ولا كيبقى يقشجر بزاف وما عندوش النيه ديال باش يستمر، تما الله سبحانه وتعالى كيجعل الاسباب باش ديك العلاقه صافي كتفركت كتجمع. اذا ما اللي ما كيديرش اللي عليه، قبل الجوج راه خاص شي شويه ديال الصبر من هاد الجهه ومن هاد الجهه. الواحد عنده هذا عنده فكر وهذا عنده فكر، باش يتلاقاو دوك الافكار بجوج خاص شويه ديال 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 الصبر، وخاص شويه ديال 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 التضحيه، وخاص شي شويه الانسان يصبر كيفاش نجيب انا هذاك الفكر ديالو نجيبو عندي، وهو كذلك يجيب الفكر ديالي لعندو. خاصهم يتحاوروا، اما يهضروا الحوار بعدا انا خاصهم يهضروا اكثر. يعني الزوج ما كاين لا حوار لا والو، ما كاينش. نقولها لك الانسان ما تيتحملش يتحاور غير هذاك كبابيل شويه غير شويه هكا زعما حصغي معليش. سمعتيني ولا خاص واحد الانسان راه باش تجري هذاك الفكر ديالك وهو يجرك الفكر ديالو، باش منين كيجي داكشي راه ما كيجيش من السما، راه كيجي الطبله. خاص الانسان يجلس في الطبله ويتحاور ونشوف انا هذاك السيد علاش. حيت الانسان مثلا في الفرق ديال الخطابه راه كيكون شي شويه ديال النفاق، بكل صراحه كيكون النفاق، النفاق ديال النفاق بالله حتى بصح تيكون النفاق. النفاق كل واحد تيبقى يبين المزايا الزوينه ديالو، فهمتي؟ هذاك النفاق انا بعدا كنعتبره نفاق مستحب. علاش؟ باش نقرب انا لهذاك الانسان وهذاك الانسان باش يقرب ليا كنديرو شويه ديال النفاق، وهذاك النفاق راه كيحرق ديك المراحل ديال المعرفه باش الانسان باش يوصل لواحد البشر. اما ملي كيوقع الزواج وداك النفاق الاجتماعي كيتحيد وكيتحط الانسان على الحقيقه ديالو، وهذيك هي الحقيقه اللي خصني نبين انا حسن النيه ديالي ولا خويا يبين حسن النيه ديالي باش نتلاقاو في الافكار ديالنا. باش نتلاقاو في بالافكار ديالنا خصنا نجلسوا الطبله نتحاوروا نشوف ان هذاك السيد بحكم الوقت اللي كندوزو بعضياتنا اليوم وغدا وبعدو وبعدو وبعدو، ديك الساعه كنبقى نفهم انا هذاك السيد اللي معايا شنو تيبغي، وهو كذلك يفهم شنو كنبغي انا. هذه هي العلاقه مزيان. ملي انا كندير ملي كندير له انا الخاطر وهو ما يديرش ليا الخاطر، ولا انا ندير له الخاطر وهو ما يديرش ليا انا الخاطر، على ولي انا كنضرب غير بوحدي، كنبغي انا يعني كنبغي نبني انا هذه العلاقه انا غير بوحدي، ما يمكنش. ولا كاين اللي تيبغي كلمات هو اللي تكون مسموعه، كلمه الاخر ما هذاك النوع كاين. عاوتاني هذاك النوع ما عمره ما كيزيد القدام، انا الكلمه اللي نقول هي اللي خصها تكون. انت شكون في خلق الله؟
على صح ما كاينش شي واحد واخا تيكون غالطي قلت لا انا نقول انت بالضبط المراه ما تقوليش لا انت لا لا منك لا انا كنتكلم سمعني انا ما كنتكلمش في حدود الجنس مثلا الراجل ولا المراه راكي الراجل كي المراه هذا الموضوع هذا فاقصو ديال الواحد اللي تيحقر بحال هكا تيقول لا المراه خاصها تفرض الراي الاحادي ديالها ولا الراجل خاصو يفرض الراي الاحادي ديالو راه ما يمكنش لا هي ما يمكنش لا بالنسبه للمراه ولا للراجل خاصها شركه هادشي خاصو يكون مشترك بخطر كيكون شي تفاهم ما بين جوج تبقى ديك العقليه المتحجره تقول لك واه قرار الراجل المغربي راه فراسك هاد القضيه سمعتها من القريب بالقريب فاش يشوفوا جوج مفاهمين بلا ما نقول شكون وداك الشيء لا راه هذاك الراجل تتحكم فيه المراه ولكن الواحد ما وصلش واحد النيفو ديال واحد جوج صافي مفاهمين ولاو بحال هكا ولا هو تيتشاور معاها وهي تتشاور معاه لحقاش هو ما عندوش صاحبته وهي ما عندها شوفي زعما عندك صاحبك تهضري على خليل زعما لا لا شوف ملي تيكونوا دوك شي جوج مفاهمين وعلاقتهم طيبه وتيبقاو الناس يركبوا على ديك الموجه ديال داك التفاهم حق راه مغلوب حق راه مغلوبه كما قال باس الله يذكره بخير لا عزاء للحاقدين داكشي سمعتيني تيبداو يقول لك لا راه اودي والله الا بزاف ديال الهضره احسن واحد يسكت وحق الله شوف الواحد والله الا بحال هاد المواضيع مزيان الواحد يتطرق ليها باش مهمه في الحياه غيبان واللي وفاش المعنى غادي يتفرج في الفيديو غادي يبان يعني اللهم نسكت لا واحد القضيه حنا كنتكلموا بصفه عامه في الموضوع مثلا ديال الزواج ديال العلاقه بين واحد يهضر بصفه عامه ماشي تفصيل واحد راه غادي يعرفها بصفه تقولي غير واحد دابا واحد الكلوصه ولا نقولها وخفت لحقاش واحد يسحبت لي عليه اللهم تفادى هادشي كامل اللهم بلا ما نقولها بنادم بقى يتنوى بصح ولكن بلاش راه كل واحد الفكر ديالو والفكر ديالو الطموح ديالو في الزواج راه كاين اللي كيتزوج وفرحان وباغي يكون اسره باغي يمشي قدام باغي يعيش واحد الحياه كريمه علاش؟ حيت كيرجع دائما للفطره ديال الخلق وكيف ما الله سبحانه وتعالى قال السكن الزواج راه السكن شنو السكن؟ السكينه والهدوء والفرحه الانسان ملي كيرجع للمحل ديالو هذاك التعب والمشاكل ديال برا كلها كتبقى في عتبات الباب كيدخل للدار خصو السكينه خصو الهدوء يتكلم ولكن داك الشيء راه على الخطره خصو يكون هو المبادر ليه خصو يوفر الجو ديال هذيك السكينه وهذاك الهدوء والمراه كذلك خصها يرد الفعل ديالها على حساب هذاك الشخص اللي كيدخل تما توفر الجو كيف ما كيوفر هو هنا كتكون ديك السكينه والرحمه كتكون اما كاين شي راجل تيدخل للدار ديالو كيلقى هكذا فلان درتي هكذا شوف فلان شوف فلان شوف فلان شوف فلان معمر الانسان يقارن بشخص اخر انا هذه حقيقه ثابته معمر شي شخص يقارن بشخص اخر كل واحد شنو يقول لها شوفي مرات فلان تتفيق مع 7 الصباح شوفي مرات فلان بحال انا بعدا تنتعجب تيقول لي تيقول شي وحده شوف مرات فلان تتفيق مع 7 الصباح ولا 6 تدير لك الفطور وشكون قال لك وشكون قال لي بالله شكون قال لك بالله مرات فلان تتفيق توجد لي الفطور اذا اخوتي بدا يقول لك يوم مراتي فارقت مع 7 الصباح وجدات لك الفطور انا بعدا نتعجب على الرجال تيمشيو يعاودوا على عيالاتهم وشي حاجه سبيغ تيعاودوهم داكشي اللي سمعت راه بزاف شنو نقول بعض القضيه واحد الحقيقه ثابته اسرار خاصه ديال البيت الزوجيه تبقى اسرار بنادم يقول لك مرات فلان راه مرات صاحبي هادشي علاش ما تينجحش الزواج ملي تبقى الاسرار ديال دار اخرى عند اصدقاء عند هادي ما تنجحش ملي تيقولوا البيوت اسرار راه اسرار والقليل العقل هو اللي تيمشي تيبدا تعاود على دارو يبدا يتكلم على الخصوصيه ديالو هذوك في شي شكل كيف ما كان الحال يكون صديقك انتيم ولا ماشي انتيم قريب بعيد الخصوصيه ديال المحل كتبقى خط احمر ما الانسان ما تزوجوش صافي ما يتزوج ولي كتشوف دابا والله العظيم كتشوف شي منكر غريب والله غريب كتشوف شي منكر خطير جدا ما واحد عنده خصوصيه ديال المحل يتكلم على مراته وعلى ولاده والمراه تخرج تهضر على راجلها الراجل خرج يتكلم معاه والله كنشوف انا داكشي غير عادي كتبوني انا دوك الرجال اللي كيضامنوا مع رجال اخرين ضد عيالاتهم خيره كيمشي عنده تيقول له شنو مخاصم مع المرأة تيقول حتى انا غنتخاصم مع المرأة شتي العابات كيداير شي جهل البنات اللي بغات شي قزار ولا شي حاجه غنحط لكم النمره ديالو هنا لتحت
راه ديسپونيبل هاد اليومين. واجد 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 راه داير بخوم وقولوا لهم غير من طرف دوزة وتهلاو بي باش يكون غادي يديروا لي مسمن واتاي ياك داكشي اللي كاين. ولا غنبغي ويون بغرير بالزبده والعسل ياك بابا. داكشي اللي كاين هذا على داكشي هذا على داكشي. راه كاين اللي عنده استعداد باش يخلق التفاهم في الدار وكاين والله اللي ما عندوش كاع استعداد بحال اللي تقول مكتوبه هنا في الجبهه ديالو خزيت يا لطيف. كاين داك النوع موجود والله ما يبغي يسلك الامور بالله. هما المشاكل تيوقعوا كي قالوا الحياه بلا مشاكل راه مشكله. كاين بالمشاكل فين تتوطد العلاقه فين الواحد يعرف الاخر بزاف الحاجات المشاكل راه مهمه بزاف. كونوا على يقين واحد القضيه شي ملي ما كتكونش المشاكل في الاسره خذ اليقين النفاق. كل واحد ضارب على 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 شي واحد داير الماسك داير الماسك. كل واحد ضارب على شي هدف. كاين شي حاجه ماشي هي هذيك شي حاجه ماشي هي هذيك وهما فاهمينها فهمتي هما فاهمينها وعارفينها وغادي نسلك عندهم الامور. كان شي راجل عاوتاني تيقول انا نتزوج بشي بنت تيختاروها هكا ما تكونش في المستوى الدراسي بحالو وماشي في مستوى عالي بحالو تيدير الدار وداك الشيء تلقى شي حاجات ماشي ومالك بحال مثلا ما تقدرش يتفاهم معاها مزيان ملي تيجلسوا يتحاوروا ما تلقاش النيفو ديالها بحالو مثلا ملي تجلس مع اصحابو مع العائله وهذا تيتحاوروا تلقاها ما ولكن هو مالك واخا هو من الاول قال في الاخر فاش يشوفها دايره بحال هكا ما تبقاش تبقى يشوفها ب تيطيب منه تبقى يطيب ولكن هو من الاول مش اختارها بحال هكا. ايه فهمت تقول لها هادشي علاش الا خداها بحال هكاك بغيت نقول خاصو يتقبلها كما هي. هو تيقول في الاول اجي ناخذ وحده قل مني في النيفو ما تكونش فاهمه تكون داخل في الدار وداك الشيء ولكن مع الوقت ما تيبقاش عاجبو الحال ما تيبقاش عاجبو الحال وعاوتاني هي راه صعيبه شي شويه فاش يكون صحابو ولا هادي ولا هذا تيكونوا يتحاوروا ويهضروا ويتكلموا تبقى هي غير جالسه تشوف بعينيها تلقى راسها في مشكله وهي ما تتحس براسها قليله هو عاوتاني تحس براسو واخد وحده كيف والو عليها ماشي بحال تبقى يفكر في الطلاق. كان من الاول تاخذ وحده ما تعذبش هاد السيده كان من الاول تاخذ وحده لا غتليق بالمستوى الدراسي ديال النيفو ديالو زعما اشو هذاك الاحساس اللي كتحس به هي هو السبب ديالو. اه سمعتي راه هو السبب هذاك الاحساس اللي كتحس به هو مثلا واصل قاري ما عرفاش من النيفو هي مثلا ما قارياش ولكن ما ينساش بان هذيك راه ربما تكون عندها شخصيه قويه داكشي وعندها شي افكار مخيرين حنا مادام ماشي عيبت في البنت اولا عيبت في الدري دابا زعما الواحد من اسباب الطلاق بعض الخطرات تكون هذه القضيه تيقول لك ما نقدرش نتعايش مع هذه مثلا ما النيفو ديالها ماشي بحالي ما بزاف الحاجات بعاد على بعضياتنا كان سحاتني فين المره الاولى الاول يدير الحساب ديالو أيه. راه جلس يدير حسابه حتى هو باش يكون مرتاح راه ملي جلس معاه قبل ما يتزوج راه غير حطها في الميزان وهي كذلك حطاته في الميزان حطاته مادام قبل يتزوج بها راه حطها في الميزان عرفها بان غتليق به ماشي تامر بعد عاد لا ما حقا المستوى ديالها ما ماشي هو هذاك كذا انت راه في الاول عرفتي المستوى ديالها كيفاش مداير ربما تكون قويه شخصيتها قويه ربما تكون ناجحه في دارها ناجحه مع ولادها في التربيه ديالهم ناجحه باش انت توفر لك الراحه ديالك في البيت ديالك شنو اش باغي اخر والله لا بغيت يجي على تخرج لك السي خالد بالتليفون لا ما عزيش عليا الضمان والله نهار الله سبحانه وتعالى عشان بعد الخطره تيقول راه غادي راه ملي غتشوفني بحال هكا حتى هي شي حوايج غادي يوليو فيها مثلا تكتسبهم وهذه وهذه فالاخر فاش يعيش مع واحد المده ديال 6 شهور ولا 5 شهور ولا هذا تلقاها كاع كما هي كما بقات فهمتيني ما تبدلاش ما يمكنش عاوتاني الا كاين السيده ما تتكونش كاع قاريه وهذه وهذه ولكن تتكون تتطور من راسها بزاف تتطور من راسها المراه اللي ما تتطورش من راسها ما يقدرش هذاك السيد عاوتاني يكمل معاها في نظري انا شنو نقولوا حتى هو مسؤول انا كنعتبره حتى هو مسؤول الانسان ملي تيكون النيفو ديالو طالع وواحد النيفو ديالو نازل يجي يطلع هذاك النيفو ديالو علاش يطلع ولا كان هي كاينه شي وحده اللي تتبقى هي ايوا انا كنت انا تهضر على هاد النوعيه هادي اما غادي تبقى اولا صعيب باش
والراجل اللي ما تيتبدلش دير الوعود وما تيتبدلش وعارف راسو غالط. عرفتي هذيك الاله كاين داك الانسان اللي كيبقى يحس براسو زعما رانا عندي كلمه ما نزلتش عليها وهذا يخرج على راسو. راه الانسان هو التنازل والاعتراف بالخطيئه فضيله. الانسان اللي كيغلط يعترف بالخطا ديالو. كاين داك النوع ديال العياذ بالله يغلط لك الغلط والله ما تسمعي منه اسمح لي تقول لك عزه النفس. هذاك دل النفس ماشي عزه النفس من عندي انا. انت شكون اللي ما كتغلطش؟ نضرب انا مع الكوبي باسي. صعب في التقطع ديالهم. ثاني الدنيا كوتلت مزيان تهلا فيك. صافي انا باغا ناخذ شي حول يكون صغير وباغا نعمرو بهذاك ورق العنب ناري كي تيجي. هايدي ناري ناري تيجي واعر كي تيجي تيجي واعر. غادي نشوي في الفاخر ولا معاك غادي ندير ليه المهم غنطيبو مشوي غادي يجي خطير. شحال ما بقيت نشوف شي حول داير شي 700 درهم 800 غير صغير. في المحل تيسمح لك راه كاين يكون بابي ما بغيتوش يكون كبير لا لا. يكون كاع 1100 درهم بحال بحال هكذا كاين 1200 1100 بحال هكا 24 غادي تجي مزيانه 600 درهم في غير الراس والرجلين. شي حولي كامل غنشويه ياك ونديروا عليه شي عراضه تكون واعره. شنو ندير عليكم؟ ديكم عراضه ديال الدار ديالي الجديده مازال ما درتهاش ليكم. غندير عليكم بهذا الحول اللي تنوعدكم ويكون عامر بورق العنب ويكون عامر بداك شنو هو بورق العنب ويكون عامر بداك السميزو داك شنو هو هضر الكرومب هذا ناري توحش داك الكرومب المحشي وبنين. البنات بابا سالا ها نتوما صافي سالا وجمع داكشي في الميكات ها نتوما شوفوا عمرت الفريغو ديالي حتى انا دار ليا هنايا واحد الكتف وهنايا دار ليا دوك الميكات ديال اللحم بحال هكا وهذا القطبان كما تشوفوا المهم اي حاجه دار ليا منها حاجه حاجه حاجه. شفتوا قلت لكم المره اللي فاتت العيد الكبير غادي نديرو عطاوني وخا ناكلو مجموعين ولكن عاوتاني عمرت ثلاجتي. المهم البنات ساليت هذا الفيديو هذا الفيديو دا غير خفيف ظريف وتنتمنى يعجبكم. وصراحه جا عفوي هذا الفيديو هذا ما كنتش زعما ضاربه لي حساب بهذه الطريقه هذه. صافي حنا دابا غادي نهز واحد عزلنا اللحم وغادي نصاوبوه مفور مفور ساهل كلشي تيعرفوا هادشي علاش قلت بلا ما نشاركو معاكم. واحد الطريقه واعره. المهم يلا نخليكم دابا ونتلاقاو في فيديو جديد ويكون ان شاء الله احسن من هذا. انا دابا غادي نجمع الكوزينه غادي نحك هادشي الارض. صراحه هاد العيد هو ديال تمار. يلا وبسلامه باي باي.